بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وحن سوق أظن إن حديث كمذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كره الضي يعني صوم كيو وناق أولي هاي وعقيمت يعني حديث كاسي سؤال وصحابي وويديي نبي صلى الله عليه وسلم قلت رأى الرواية وحديث كو إيمان هايو سيغادة وكوية محوية صحابي أوي من نبي صلى الله عليه وسلم مركزا وحوية لرسولك إلهيو وحاد إيش يكتا عمل وإلهي إغو أنفعه سبحانه وتعالى عمل وإلهي إغو أنفعه وأنونا كهلو يعني إيش يك يا رسول حديثك وحوية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أيا ورنهية وعليه وحان إلي رسولك إلهي يا رسول الله مرني بأمر ينفعني الله به وهذه أمرته وذي شكته أمروا إلهي يقو أنفعه وأنواناك يخيرك إلهي لفظك على مروايك روحي أهيد يعني دلني على عمل أدخل به الجنة وهذه شكته عمل أن جنة ذكو قالو عمل أن جنة ذكو قالو يعني إيشك نبي حكوي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا عدل له عليك بالصوم فإنه لا عدل له يعني الصوم ككد ذال وحودك ما مجراني رواية روحاء أحد عليك بالصوم فإنه لا مثل له صوم ككد ذال وحل مدأه مجران لا عدل له لا مثل له صوم ككد ذال مركزا كعلي هذانا مرني يعني بأمر ينفعني الله به مركز كوع علي النبي صلى الله عليه وسلم وحي عليك بصوم فإنه لا عدل له هذا نوا كوع علي صحابي مرك صدحات نبي كوع علي وحي عليك بصوم فإنه لا عدل له أما لا مثل له حديث كاس وحكت السنة يا يعني ما دام الصحابي سوي من النبي صلى الله عليه وسلم صحابي يقول ويجي نبي إن أشيعه وحى أوقفي عن أما عمل كأوقفي عن أما عبادة أوقفي عن إلهي وكو أنفعها يو أنفع إلهي وحويه إن إلهي سبحانه وتعالى وحى أودونها يو أودنا وكسي يو وحى أودبسان هيا أما لبكو كينا كردنا إلهي وكحف ذيو وكذا دفاع ويان رواية كلاو حانكشاقنا إنو يلي عمل أن جنة وكو قالو نارنا أنك قبت بادو حكا قالسا قفك ديو جنة وقالو عذان وكبت بادو يعني كل ما نتمناه وانتص واحد زيادة رادين هنا وحوية إن إنه إلهي أون وجهي سكريم كأنا رغنو سبحانه وتعالى إلهي أنا تسه مركا كل قصة كويري نبي موسى أدرين أعماشا كلا وحو أدري صوم كوي صوم أدري وحو يري عليك بصومي صوم كاللازم صوم ككد ذال صوم كأون يعني كوات كيسو فإنه لا مثل له وحل مذا ماله وح أدرك من ماله يعني وشيء مهم جدا حديث قال وحين نوشى النبي صلى الله عليه وسلم إن يري صلى الله عليه وسلم وحديثنا هذه هذا مهم أه إن قفك وهذه هذا يعني ووجود تدبره يعني قفك الصوم مال معلومها كمذا من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض قفك هل مال الصوم حتى ما كان رمضان كما هو صوم كسنة ذا بالغ هذا صوم أدنى بسوق لهاي كي صوم سنة ذا بسوق لهاي كي رمضان بسوق لهاي من صام يوما في سبيل الله ويوم واحد هل مال نقف كي صومه يعني إله درفين الصومه جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض إله وحي لهاي سقي نار تدحذيسه وسقي نار توحك على دحذية هيا جد أما بهل يعني السودك سجرته أنت عيرك يروك سجران معناه ذو حوية أدب النار توقف فجأة هيا ووقف قاسي إنه قال جوجي حتى أمر دوان هيو وصوم يوم واحد وهي هل مالنا يعني حديث قالوا حليه من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا قفك هل مالنا إله درت وصوم سبحانه وتعالى من صام يوما في سبيل الله على سعته أقو في سبيل الله على سعته بعد الله إلهي وحكف قينا عن النار نارته 70 خريفا ينتدباتا سنه
أنت الله صعود أيو إلهي كفقانا مسافة مسافة 70 سنة تضبطا سنة مسافة الله صعود أيو إلهي نارتك كفقانا يا قفكي هل مالنا كليتا صوما حديث قال وحليه هاي وكاسو قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار مسافة 100 عام أو 100 خريف يعني قفكي هل مالنا إلهي درتي وصوما إلهي نارتك كفقانا يا يعني مسافة يعني أجرت بقول سنة صعد كده تيهر وحيس 70 سنة تنوى حوي 100 سنة وي 100 سنة تيهر وحي هيد أهرية يعني خندقا ما بين السماء والأرض وحي كنت نفسنا حديثة صورا يعني إلهي سبحانه وتعالى قفكي صومة سيدة النار وقف وقين هيو معناها إنه النار تاوته يعني تشد يعني أو أومي أو أقاتشو ذي إلهي درتي سبحانه وتعالى او ينا عبادتا حنون كذا ددميي انو الهي وعذاب حنون كيس وددنسيو وكديرتاي وكديرتاي marka soomku yusan dib kugu noqonin yusan culays kugu noqonin waxa tiigsata yana jannada iyo raaxadeeda iyo macaankeeda yana tiigso oo jirkaaga oomi oo gaache abu umama al-bahili waxa la yiri xadiidka halku nabigu u sheegay sallallahu alayhi wasallam لم يرى في بيته النار قط يعني قري أما دخان قري يسا ولي مال دبلغ مشهدين قل قلنا بحديثك أوش يا صلى الله عليه وسلم أنت كدن بيزي ولي مال قري يسا دبلغ مشهدين يعني صوم باللازم مال أو دن وصوم جري إلا أكدن تو صوت وحود درامي صوم كفائدة أوليه يواناق أوليه مركا إخواني في الله وحنوبا هن هاي إن نكد دالو عبادة الصيام سيو إلى سبحانه وتعالى نارته إن وقفوا جيو إلى سبحانه وتعالى صوم كهنا قبله نارتنا هنا قفوا جي الله سبحانه وتعالى شركنا هي نفتنا إلى سبحانه وتعالى نارها كحفظيو عبادة صومنا إلى هنا وفجهنا وأقبله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم